عسلامة ومرحبا بكم. كالعادة ديما مواضيعنا حساسة، مواضيعنا حارقة تم المجتمع التونسي في هذا الصدد. استدعينا الخبير والباحث السياسي والمحلل سي العربي الهمال، مختص في الرشوة وفي قلة المعروف. حاشاكم. علاش حاشاك؟ علاش حاشاك؟ ثم حد شيء تستاهل كلمة حاشاك؟ الإعلام تدخل فيها في بعضها كاكا. سامحني سامحني، مش نفتح لك المجال. مش نحكي مش نحكي على الرشوة. ما تنجم تكون راه مرتشي ولا راجل وتحكي على الرشوة، ده مش قلة تحية. شو الحكاية هي؟ احنا قلنا خبير في الرشوة وقلة المعروف حاشاك. ما تنجم تكون قلة المعروف في الموضوع، انت ماكش فاهمة. باهي سامحني، من غير ما تحشش روحك. سؤالي ليك اولا، هل ان الرشوه مازال تقضي تو في تونس ولا؟ اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثاني حاجه، الرشوه في تونس مش موجوده. ما عندناش رشوه، الكلمه هذه منين جبتوها؟ ثم رشوه؟ ثم رشوه؟ شو ثم رشوه؟ ما شنو تجي كلمه رشوه؟ ثم رشوه؟ وين انت على رشوه؟ ما يجيش هكا. ما ثماش رشوه؟ ناثر فيك انت يا اخي، عامل روحك تتبانس ولا شبيه؟ ولا ما في بالكش ولا شنو؟ مازالت الرشوه تقضي؟ ثم حاجه هي تقضي تو دون الرشوه؟ ثم حاجه تقضي دون الرشوه؟ في توك الرشوه في الطنبك نتاعها، الرشوه تو الرشوه. قصدي معناتها انا كسالتك، معناتها هل ان الرشوه مازالت تقضي؟ الرشوه معناتها قصدي وحدها مازالت تقضي ولا لازم معها حوايج اخرى ولا؟ والله بصراحه في السياق هذا بالذات راهي الرشوه تنجم تقضي وحدها في كام معينة الرشوة تنجم تقضي وحدها، زي مخالفة مرورية، ورقة سهيلة كذا، تنجم الرشوة زادة حاجة ما أهم، تنجم الرشوة تزيد شوية حاجات، الرشوة تنجم تزيد شوية صبة، شوية فارينة، شوية قوادة، شوية تلحيس، باش تولي هنا تكمل. الرشوة كل تستكمل المعاني نتاعها والمفهوم نتاعها الأصلي للرشوة، اللي برشا ناس ما تفهمهاش المفهوم الأصلي للرشوة. اعطينا وقتاش التونسي يعطي الرشوه؟ الرشوه ما عندهاش وقت، تنجم تدي الرشوه تعطيه في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. ها سبحان الله، توك في الاستوديو ما دخلت الا مدت لك 50، باش عديت معرفت بي. شارش بي، ما تحشمش، علاش انت شنو اللي حشمك؟ ايه الواه تجبد فيها، انت حاشم تو على 50,000 خذيتها رشوه حاشم. ماذا من الناس اللي بلعت البلاد كلها رشوة وما حشموش؟ ما حشمش، حبك راجل أخوي. باهي، سؤالي ليك معناتها هل أنا الرشوة لازم تكون فلوس، معناتها ديما فلوس تكون ولا تكونش في شكل آخر؟ في السياق هذا باش نكون واضحين، راهو المتداول عند المواطن التونسي هي فلوس. نقولوا هني علاش فلوس؟ فلوس أول حاجة بتسهل، وثاني حاجة تسهل لك المأمورية، وثاني حاجة اللي مش يقضي لك القضية يسارع فيها ويتحمل، ثم حماس يعني في الفلوس، والناس تولي تستعمل سبيس، حاجة أضمن وخير. ثم راهي رشاوي أخرى هذيك ما ندخلوش فيها، علاش مثلا تقول قضية كبيرة حاجة كبيرة تدخل فيها زادة حاجات أخرى، ما عادش تولي فلوس. ثم تقول مثلا قضية كبيرة رشوة كبيرة تولي مثلا توصل الدار ثانية، توصل حتى الكهرباء ثانية ودار رشوة. هاي ما تتزلمش انت، باش هكا بديت ب50 تو توصل، تو توصل ما عليك ما توصل ثاني ودار رشوة. هاي هذه يظن تسمى هدية، تو تقولي معناتها والله بالنسبة هي هدية، هي هنيش يتم الرشوة، يتم تهذيبها وتولي كل هدية. وهي الرشوة راهي مشتقة من برشا أسامي وبرشا معاني وبرشا تقسيم، ما نجمش المواطن البسيط يعرفهم. مثلا في التقسيم تاع التقسيم الاول اللي نسموه الفصل الاول من الجزء الاول في الرشوه، اللي هي القهوه هذه تتعطى للعساسه، تتعطى للشواش في المحكمه باش يسرعوا لك في ورقه ولا يدلوك البلاصه ولا حاجه، هذا 10,000. قيمتها 10,000 من 10,000 حتى ل 100 دينار يولي يدخل في سياق اخر اللي هو الفصل الثاني من الرشوه. الفصل الثاني ايش فيه؟ فيه من 10,000 حتى ل 100 فيه المخالفات المرورية. عندك مثلا مش تطلع ورقة من كنا ولا تصب ورقة في كنا، عندك مثلا تطلع باسبور وانت الإجراءات ما تسمحلكش. هذه من 10,000 ل 100,000 تسمى رشوة. هي هذه تسمى رشوة. تسمى رشوة. وعندنا الفصل الثالث من الرشوة اللي هي الإكرامية. عندنا من لو قلنا القهوة، عندنا الرشوة، وعندنا هذه الإكرامية.
الاكراميه هذه من الدوله ياسر، حسب ما عملنا الاحصاء نتاعنا 68% ولا 78% اللي هي تستعمل في المستشفيات. اللي عندك موعد تحب تقدمه، عندك طبيب يحب يعمل لك عمليه فيتا، عندك تسمى اكراميه معناتها اكراميه هذه. وندخل طول الحاجات الكبار اللي هي من مليون حتى العشرة ملايين. العشرة ملايين هذه تدخل تحت السقف بتاع الكونكورات، بتعمل كونكور مثلا في الحاكم، باش تعمل كونكور في السبيطار، في الكونكور في الصناديق الاجتماعية، وهذه تسمى الدرجة الأخرانية. شو يسموها هذه؟ هذه يسموها جعالة. جعالة يعني أنت جعال، يعطي جعالة على الجعالة بتاعها باش يقضي الشهور بتاعه ويدخل ولده ولا بنته ولا يكون عنده في البلايس اللي قلنا عليها. معناتها يعطي جعالة، شو يسموه؟ يسموه جعال. جعال جعل, جعل. معناتها جعل. جعل فلان جعل. جعل يعطي جعالة معناتها جعل. هذه بين ذكرنا بها بين المليون بين المليون وعشر ملايين مختصة هذه في الكونكورات والامتحانات. وقلت لي اللي يعطي ثانية ودار وكذا، هذا معناتها فين نصنفوه؟ هذيك هي هذيك اللي يعطي ثانية ودار، هذيك كل هدية زاد ثانية ودار باش يقضي بها حاجة كبيرة. حاجة كبيرة برشا. تاع قضايا كبار. قضايا كبار، احنا مشينا حتى عملنا بحث، ثم طويك رشوة جديدة، تو شلع عملنا عليها تحقيق وبحث، اللي هي رشوة نتاع كبيريات أكثر من واحد بتاع مناصب نقولوا هنا. ينجم مثلا رئيس حكومة يعطي رشوة الحزب. يعطي رئيس حكومة يعطي رشوة. هاي هاي شد رئيس حكومة يعطي. شو يعطي دار ثانية؟ لا 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 من دار، مثلا ياخذ من الحزب هذاك زوز أشخاص يعينهم وزراء، يتحطوا وزراء. يسمى هذه رشوة. رشوة بتاع وزراء مثلا. رشوة بتاع وزراء. ثم الرشوة كبيرة فرع الرشوة. ثم حتى الرشوة ثم كانوا كاكا، ثم حتى اللي يعطي بلاد كاملة رشوة. بلاد كامله رشوه. اي اي ثم زاد يظهر لي اللي يعطي صوته زاد رشوه هكا ولا هكا بدي تفهم هكا ريتك بدي تفهم هكا هو هذا هو يعطي صوته وهو يعطي البلاد رشوه وهي ماشيه الحكايه هكاك. توا حاليا الرشوه في الطنبك نتاعها، توا الكل ماشي كل شيء ماشي بالرشوه والحمد لله الحمد لله هذا من فضل. باهي زاد ثم موضوع اخر نحب نحكوا فيه، معناتها طريقه اعطاء الرشوه. ثم الرشوه تحت الطاوله هذه نسمعوا بها برشا، شو رايك في الرشوة؟ اسمعني اسمعني اسمعني، هذه راهي تعدى عليها السنين وما عادش يطلع علينا الشيء هذا، راهو والله باش نوضحوا للمواطن ما عادش الحكاية هذه ما عادش تصير. كيفاش؟ ما تجيش ما عادش علاش 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 تحت الطاولة؟ علاش؟ تو بكري نقول لك قد ما عاصر الديم وكذا تعدى تو الناس القط والتخمام، شنو تعطي علاش تحت الطاولة؟ بلا لغة بلا منطق بلا تفسير علاش تحت الطاولة؟ علاش تهين في المسؤول هذاك تعطيه في فرشة مجال تحت الطاولة؟ راه هذاك مولا بشر سبحان الله مش يهبط يطب صلاته ويتعب واحد يترشف عليه. ما عادش تمشي حكاية راهي الرشوة تحت الطاولة ما عادش متداولة. ما عادش يخدموا بها، حاليا توك الرشوة فوق الطاولة وتنجم تعطي حتى الطاولة رشوة راهو. علاش فاش قام ثم انكسار يعني للموظف ولا المسؤول اللي مش عطيه الرشوة ثم انكسار. معناتها تحس أهنت المسؤول اللي تعطيه. إهانة إهانة هو في حد ذاته راهو المسؤول. ولا ما عاش ماذا بيه ماذا بيه ياخذ الرشوه وماذا بيه تجي تعطيه رشوه تصور معاه وتهبطها ماذا بيه يحب يشهر بروحه علاش ما فهمتش مش يحب يشهر بروحه هو تو يخدم ياخذ الرشوه يحب يلقى الناس تعرفه ويعمل كليونير الا ما دام شغل المواطن يقول نعطيه ما نعطيهش يقبل ما يقبلش الاخر يقول مش يعطيني المسؤول مش يعطيني مش يعطيني مش يعطيني نقعد فقط التساؤل والحيره زايد طول جربة طب خذ نتاعك وكاو اول حاجه الاخر يربح كليونات وثاني حاجه يتشهر يولي معروف وكذا والناس تاخذ شوارها الكل راه يتب في مصلحه المواطن التونسي شوي واحد شوي واحد من المواطن التونسي في الرشوه يعني معناتها حسب ما فهمت معناتها انت الرشوه ولا تجهر بهار معناتها تجهر بهار تجهر بهار يا اخي يعني خفت كي مدت لك شنو اللي صار انا ما تلقى قدام الكاميرا الخمسين وخذيتها باي وانت تضحك وني نضحك علاش الفرحه هذيك الفجوه علاش نحرم رواحنا ماذا بيني ماذا بيني نشوف المواد اللي قاعد الرشوه فرحان والمسؤول كي ياخذ فرحان علاش نصعبوا فيها على بعضنا مش صعبوا فيها شو اللي يعني متقدمه ونوصلت يعني حسب ما فهمت معناتها معناتها المواطن ما تطورش معناتها في موضوع الرشوه مش زين متاخر شوي احنا عملنا بحث وعي المواطن التونسي في الرشوه تويكا 90% احنا مازال بدائي معناتها قصدي مازال يعطي تحت الطاوله لا 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 يعني مازال احنا راه باش نخدم معاك 10% مازالت
المواطن تتهد من ولي بمئة بالمئة. الظروف الكل ملائمة. تصور انت كان مشتو في 2021 ما نقولش في الطنبك متاع الرشوة. وقتياش مش لازم تطول. انا على هذاك خوي اجتهدت وعملت مركز هو صغير مركز بتاع شنو بالضبط؟ مركز بتاع تكوين في الرشوة أكاديمية تستقطب كل عام 1000 شخص. آه. إن شاء الله باش نزيدوا يعني باش نوسعوا كذا الموتوز يجمع وش يتكون في الرشوة يعرف كيفاش يعطي الرشوة كيفاش ياخذها وقتاش. باهي هذه فرصة باش تحط على المركز بتاع التكوين اللي عملته سيادتك في الرشوة وقلة المعروف لو تقول لنا معناتها شنو هي الاختصاصات اللي يوفرها المركز؟ والله باش نكون معاك صريح قبل نحكي في الاختصاصات راهو الرشوة يعمل عندنا عامين باش نكون واضحين باش يدخل في قلة المعروف راهو يعمل 4 سنين معناتها الجملة 3 سنين تخرج عندك دبلوم في الشهادة ودبلوم وشهادة مش شهادة دبلوم وشهادة في الرشوة وعندك من هكا تكمل 6 سنين على الاخرين يولي عندك الماجستير في قلة المعروف ومعترف به في الرسمة باش نقول معترف ولا معترف في الكلام في السبيطار في الحاكم وين تحب انت. شنو هي الاختصاصات اللي يوفرها المركز؟ الاختصاصات كل موجودة وانا مش سايرة باش خذيتها راهو المركز هذا باش عملت المدفع تعطيها عليه رشوة زادة باش خذيتها صار بالرخصة نتاعها اي بالرخصة نتاعها مؤشر اموري واضحة تعطيها عليه الرشوة نتاعي وخذيتها السنتين نتاعي نخدم. ما قلت ليش شنو هو الاختصاصات بالضبط؟ عندنا عادي الاختصاصات عندنا اختصاصات في الاشارات المرورية عندنا في رشوة في الاشارات المرورية عندنا رشوة في الانتدابات اللي يعاني منها الشباب وكذا وشفنا اقبال مهول من الشباب الاختصاص هذا تم زاد اختصاص في الامور القانونيه والحقوقيه زاد هذيك زاد تاع القضايا تاع القضايا زاد ثم اقبال والحمد لله اما اختصاصات متوفره في المناظرات زاد كيف كيف برشا اختصاصات. هو تتوجه للمواطن شنو تقول للمواطن؟ والله انا نقول للمواطن التونسي لازم يتوعي يروح في الرشوه راه الدول مش المتقدمه مش خير منا. انت يا تونسي تعرف ترشي وتعرف كذا لكن يجب تتأطر يجب ثم تأطير يصير في الرشوة باش المواطن التونسي يقضي شورى والإدارة التونسية تسرح والإجراءات تمشي والبلاد تتقدم لها. في بالك أن نقعد هنا عام برك نتعامل بالرشاوي أش يصير نسبة النمو تولي 0. إيه لكن احنا تو قاعدين نتعامل بالرشاوي هذيك الإشكالية الرشاوي نتاعنا ماشي هباء منثورة ضايعة تحت الطاولة هذاك الإشكالية وين؟ علاش تحب تنحي الطاولة أنت عليه أصلا؟ اقتصاديين حتى الدولة تمشي نجم تدخل القباضة عندها رشوة خويا هذا مكلفة رشوة بمئة بمئتين نسبة معينة 2% للقباضة تبيها تولي حتى القباضة تاخذ الرشوة إي حتى القباضة تاخذ رشوتها وفي السياق هذاي تقدموا عام برك نضحوا عام برك يا رسول الله نحوا الطاولة معناتها نحوا علاش ليه؟ باي شكرا لك. حاجة واحدة حبيت نذكرك بها معناتها أنت تعرف أنه الرشوة معناتها حرام في الدين بتاعنا ولعن الله الراشي والمرتشي تعرفها ولا؟ نعرفها الله غالب أخوي الله غالب نعرفها أما كل من مسؤولين ولاد الحرام اللي خلونا غاطسين في الحرام للعنكوش هاي تيريجة مسحة خفيفة للصبات تيريجة سلام اهلا بابا شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ شنو امورك؟ الحمد لله تفضل يا بابا اقعد بسم الله شنو امورك لاباس انت؟ الحمد لله ان شاء الله لاباس الحمد لله ونعم بالله شنو الدنيا يا بابا؟ ان شاء الله لاباس شاي يا بي حال البلاد هو راجع بالتوالي الله يبقي ستر تعبنا والله اسمعني كمواطنين تعبنا الناس كلها تعب يا رسول الله هات تشوف اللي انا كامل هو قاعد في بقعه شكون مش تعب وكلام الناس اللي ما يتلوحش الحق نتاع ربي يا رب ما قبل السلام عليكم لا لاباس سلام اهلا بسي بوهليل واش احوالك يا سي بوهليل وينك يا خويا الغالي في امورك وين الحمد لله عندك وحشه عاد عايشك لاباس العايده ما تلاش عندك برشا يا خويا الله يهنا صباح الامور يرحم والديك يا سي بوهليل يرحم والديك كالعاده ديما مزروب واحد هو مزروبين ما تعرف الوقت والاقارات الله ربي يعاونك يا علاء يا بابا لا مظروف نعم عدو سيبوه ليه شكون هذا رجل اعمال
شكون يجي مره في الايه بالاسم والله وكمسكي كسب البلاصات هذوما عندي انا ما نسوش شيء. سامحني خويا احترم. لا لا من فضلك عايش. لا لا كلمتك انا انا باش نقوم انا باش جيت سيد شباب. لا يا معاك انا تسمع لي كلمتك عيب عليك. لا خاطر اسمع الفاز اللي صار مش باهي. لا انا ما انا ما تكلمتش سيد شباب وكان يجي وزير الداخليه. انا ما تكلمتش يا بابا يديك هذوما اللي هلكوا البلاد. يا بابا انت راجل كبير البلاد. يا بابا انت راجل كبير يا ولدي. شوف شوف خلينا نحترمك يا عايش. شوف خليني نكلمك ساعه. شنو مازال دينار يوقع الحاجه؟ خليني نكلمك يا عايش. تفضل اخويا تفضل. دينار هذوما بفلوسهم مشاو هالبلاد. لا 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 ما تغلطش ما تغلطش. شوف تبارك الله صباح الخير مد 10000. لا 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 عندي انا مش كيف يستحيل باش واحد يطلع وما تبقينا جماعه هذوما بفلوسهم يحبوا يعملوا اللي يحبوا. يا بابا مو فضل خليني. لا مستحيل مستحيل او نتخاطر معك كان يجي الشيء تصبط وقد لي انا. خليني نقدرك عايش بابا. والله انا معلم مزروب. سامحني الراجل مزروب وخليني نمشي لك الامور. جيب شرطه تحب برا جيب برا جيب انت للشرطه. لا شيخ تقطعني بقسمي انت حب تقطع رزق الناس. حب تقطع رزق الناس انت تقيمني انا باش يجي سيد. خليه يا رئيس تقعد تحت عليها. برا انت مش تعطي دينار طلع نعطيهولك انا وبرا بفلوسهم يشريو كما يشرون. يا اخو تحب هكا قوم عاش بابا خليني قوم عاش بابا خليني نقدم نجي نشري سباتي. قال لي يا اخي قوم قال لي جي سيدي نشري سباتي. الراجل صباح الخير مد لي 10000 يرحمه جاي سباتي. السيد جا هنا مد له 10000 قايلني باش هو يجي يشري سباتي يرحمه. لا 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 هو شكون لا 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 كيف لا 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 بعد كمل لا ما تكملش لا شراك بفلوس ولا حاجه. لا 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 اسمعني خليني ولا دقيقه بالله دقيقه. أيوة. لا لا اسمعني لا شوف شوف اسمعني اسمعني شوف فاتك كيفاش جا سيد استنى سيبوا ليل ولا سيبوا ليل 10 عامين هذا سيدي مترشح. لا ما يخوف حد. لا هي مترشح جا مترشح يجي راجل قد بو يقدر بيه. انا بابا 10000 ما تجوا 10000 وش تقول 10000 فرنك؟ اي ما تجوا 10000 فرنك باش نخاوم راجل. انا قلت له عايش بابا زيدوا حتى 100000 هذاك راجل كبير ولا العظيم. انا قلت له عايش بابا انا صغير مش مترشح مش تعب في الناس من تو. والله كان يجي وزير لو تعب العباد من تو. انت مترشح باش تعفسونا من تو عايش. لا انا قلت كلمه كلمه عايش بابا شي شي وزير لو عايش بابا. يا هو ما عندوش باش يعطيك دينار. شكون اللي قالوا انا سيدي عايش؟ يا ولدي تعاونوك ما ثم حتى مشكل. تعاون في الناس تعاون وي تعاون في الناس تعاون طرف علينا نعملوا بالخير. احنا ما عندناش بفلوسكم احنا. يا ولدي انت احنا نعيش باللي اعطانا ربي. ما عندناش بفلوسكم. اعطيه فلوس يا ولدي. انا مش قايم ملعنا. عايش كيهديك ربي. والله لاني قايم ملعنا. يا ولدي عايش كيهديك ربي. لا عايش هو خذ مني انا شكون هو قيمه. هادي برا طلع طول كان الدينار برا سيرج عند صاحبي. انت انا اعطيك انا 10000 هاي 10000 شنو سيرج هاي 10000 شنو تعطيني 10000 شنو سيرج هذه فلوس ما تعطينيش 10000 تجري تجري بالفلوس انت مش انا نوز فيه مالك كيفاش صاحبي هذاك ما عنده عايش عارف على ظروفه ما بغاش يقول انت سوا ولا ما تعيش عايش بابا من على الحياه الشعبيه هو شنو الشعب ابو النصر هو تربيت يقصر شوفوا لنا الميه مقطوع 4 ايام الميه مخصوص 4 ايام يرحم ابويكم. الميه مخصوص 4 ايام مش خلصوا بالدينار بتاعه هو مسكين زعما ما لقيش خلص نخدم الراجل مد 10000 ما عنده دينار اللي ما عندوش 100000 باش نروح نخلص باه وشد ال 110000 زعما ما يصيرش هذا بعد شيء خليه يمشي يسجل عندنا خليه
علاش لا بلاش هات هات 10000 هذيك العشريه هذيك دعايه عاملها معاك عايشك يا سهر يا معلم قوم يا معلم شوف قوم يا معلم جامد له 10000 باش يقيمني انا ما تقومش انا بعد ومش سير برا سير والله سير لا سير قوم معك عشبه مش نقول لي بوهليل لا قوم الناس ما نصب وانا حر قوم الناس ما نصب وانا حر قوم عاش بابا مش قايم ومشي من عايش عايش من فضل 10000 فرنك هاي خويا هبا سير اش خلينا نمشي انا برك نمشي يخدم لهذيك وكمل هذيك يا ربي عينك هاي نرجع اجا يا سبوليل عايش يا سبوليل يا رحم والديك هكا طول بابا قوم سبوليل يعمل في الحمل امشي على روحك انا هذاك اللي يدوم لك هذا اللي يدوم لك قوم يا عايش يا اسمعني شي هذا اللي يدوم لك زوالي انت تلوج على العشره اللي زوالي ورقه الماء ورقه الضوء مش خلص انا ضوء انا ماء بتاعي انا ماء ورقه الضوء مش خلص مش خلص فلوس تو تفكر خلص الماء ورقه الضوء مش خلص ما شر الظروف بس انت تشوف برشا بالخيس اللي فيك شوف دينار الاخر الدينار تصورهم ولا عليه على ابو هنيه شوف بعد القصر يا نور بحيات شوف انا مش سير يا مانيش سير مانيش سير مانيش قايم من هنا ما تقومش ما تقومش مانيش قايم وانا مش سير بعد هكا دينار نعطيك نتاعك هكا نعطيك دينار كيما الناس انا بيه هكا فر على روحك كاميرا كاشي ايش انا ليه؟ يعطيك الصحة ايش يا ريمون والله يعطيك الصحة والله سيبو هلير يشربوا الفوسطة بعشرة ايش يا ربي ايش يا ربي يا تصير ايجا خفيفة مسحة خفيفة للصبات يا خويا ايجا نفرح بخويا مسحة خفيفة نزيك ولا نزيك نسالش نفرح بخويا والله على خاطرك مرتاح والله اتفضل اتفضل اقعد اقعد يا رحم والديك على خاطرك صديقي والله نظيف ومزروق عايش خويا مثالش نفرح بصاحبي شنو هي الدنيا الدنيا تشوف فيها كيما البلاد شنو هي خدمتك انت ماشي ليه والله هاك تشوف خويا والله كاز هاك تشوف كاز في لي نقول الحمد لله الحمد لله يا ربي الواحد هاو يجري على صغير ويجري على واحد الحمد لله صغير اه معرس عندي وليد والله تعبت الواحد تعب شنو فيها خدمه دي عندي برشا برشا الحمد لله يا رب الله يعينك اهلا بسيبو هليل شنو حوالك يا سيبو هليل وينك يا خوي بس عليك وينك انت بالغيبه وينك يا خوي لاباس شنو امورك الحمد لله شنو الامور الحمد لله بس العائله الحمد لله شنو حوالك انت الحمد لله لاباس شنو امورك يا ودي وينك يا سيبو هليل لا عاد سيبو هليل لا مرحبا بك اخوي سامحني بالله هذا يسبه لي راه يجينا مره في الفيل خلينا نعمل ضربه مزروب راه يرحم والديك تحكي بجدك صاحبي يرحم والديك تنجم تشوف معناتها انا متعدي ومزروب وسباتي نظيف وقعدت على خاطرك لهنا وفي زوالي في درشون قعدت على خاطرك تعمل لي سيبه هليل ولا سيب درشكون يا سيبه هليل راه يجينا مره في الفيل اقعد اقعد ما يسالش ما يسالش اخويا هاو تنجم هاو جاري بحذا برا نشيل صاحبي اقعد ونحكي لك حكايه على جارك اقعد اقعد لحظه ساعه يا اخويا يرحم والديك قلت لك كم نخدم الصبات انت تو ريت تعرف ايش عملت في توا انا كنت متعدي على روحي جوي باهي عندي ما نعمل ومزروب وقفتني انت في ما عنديش في رحم والديك في درشون قعدت على خاطرك انت تعمل لي سيبه هليل ولا سيبه هليل مو سيبه هليل جينا مره في الفيلم ديما يفرح بيا وكذا ريت يرحم والديك تو مزنا كي نحكي وتعمل لي البلاد تعبه ودرشون ريت على سلكه البلاد كيما الاشكال اللي كيفك انت تو ريتك قام الحديث هذا يا اخوي باش تقومني انا معناتها تقول لي سيبه هليل ولا باش قام الحديث هذا يا اخوي انا ما نعرف اكثر وما عندك حتى دخل لا بدي نحكي معاه هو سامح كمل نخدم عاي صاحبي يا اخوي برا عاش خويا قوم خلي سيبه هليل يرحم والديك ما تعودها كلمه قوم ما عادش تعودها ما عادش علي وقت انا راه خويا كمل نخدم الصباط تفضل لحظه سيبه هليل بالله قوم مش الجاري ما نسالش ريتها انت يرحم والديك خليني انا محليني كول توا سينو كان وقفت لك انا تو ريت النصبه ذي كل باش نلبسها لك على راسك كمل صاحبي يخدم يا خويا صاحبي بالقوه هي مش بالقوه راه بالقوه اللغه اللي عملت انت تو هذيا في بالنا بعد ناكل في الخبز راه نخدم على راه نخدم على راه ناكل في الخبز الخبز اللي تحكي عليه تهلكت البلاد بالمناظر والاشكال اللي كيفك انت كمل اقعد وكمل خدم لي صبار انا مش نخدم سيبو هليل انت تو طولي زوز متر وانا ومتعدي وقعدت على خاطرك انت باش تقيمني انا على خاطر هو اخويا انا ما عيطتلكش باهي ما عيطتليش ما عيطتلكش امريك البيه لحظه بركة امسح لي الطرف الابيض زي تنقول لك عيطت ولا ما عيطتليش مازلت تفضل يا سوبر هيك مسحت لك عاد مسحت
بار على روح. واضح صح. سيبو هليل سفير الموزمبيق هذايا. سامحني معلم احترم روح. اه سيبو هليل تحكي. صلي على النبي يا مرجية. صلي على النبي ايش بيه. مع صاية العبيد هكاك سمعت. كلمك حكاية انا تو خاطر يمكن استهديت بالله ويمكن نحب نبرد روحي قسما بالله ما نوكلهم لك هذوما واضح؟ صلي على النبي بهيجي. صلي على النبي ايش كير متعوذني. بر. ايش كير. ربي يهديك. هاي بدينار دينار مسحه خفيفه سيريش مسحه خفيفه للصبات ناحيه الغبره. السلام اهلا بابا شنو احوالك؟ هاي تفضل ارتاح ارتاح. شنو احوالك انت لاباس؟ والله يسخون الله يغلب. ايش مش يعمل الواحد؟ ربي معك. ايش عامل انت في الدنيا؟ تخدم؟ انا كني تخدم مالش مش يعمل. العبد هو توا يخدم وان شاء الله يخدم. والله اسمعني يا بوي الواحد في عمرك انت توا راهو مرتاح فهمت ولا لا؟ وراهو ياخذ الشهريه وراكش على روحك عليها. لا الصنعة هذه كان مش الشايب الله يرحمه فهمتني حتى لي بمخي بالسيف اليوم روى ضعف لاني كنت بالشهر هذه أقل حاجة على الله الله يرحمه وينعمه الحمد لله يا رب. عندها رجالها كنت ملك عندها ناسها وعندها رجالها. لا الحمد لله الرجال موجود وقر وقت الهش الرجال وكانت البيع. لا الحمد لله. سلام اهلا بسي بوهليل. اهلا شي احوال. شنو احوال؟ بس عليك. لاباس انت؟ شنو الامور؟ الحمد لله. شنو الامور؟ شي احوال العايلة؟ وينك انت؟ سامحني. وينك انت؟ لاباس لاباس صغيرات والله الحمد لله لاباس. شنو هو كالعادة ديما مزروع وتجي وتمشي هكاك؟ ما تعرف تطلع. يرحم والديك يا سي بوهليل. عايش. لا لا الحمد لله لاباس. اش عامل هالنهارين؟ ماشي معاك الامور. جيت كنت انا برا ما تعرف الوقت. اش عملت في الوحدة نتاعك لاباس؟ صباح الحمد لله. فما شكون معاك ومعاونين؟ لاباس الحمد لله. والله حتى انا ناوي هكا النية الباهية معاك. البلاد في خير والله الحمد لله. الخدمة ماشية والحمد لله. الحمد لله. بالله سامحني يا شيخ خلي اعمل ضربة خفيفة خاطر هو ديما مزروع ماشي. كيفاش؟ خلي اعمل ضربة خفيفة ماشي. انا مش عامل ضربة قوية مش ضربة خفيفة. انا قبله هو. انا قبله هو من فضل. ايه ما يسالش دريش استناه دريش. هذا السيد الله بالتليفون حطني لهنا وحتى واحد ما قال له والله يدخل فيك تراكس مش لا بلدية يدخلش فيك تراكس ولا يهمني فيك ولا على بالي بيك نحكي هكاك وغادي من هكاك باهي بنحيش ما نحيش نحي رجلي ما نحيش نحي رجلي ور ما نحيش رجلي اللي تحت عليه ساقي ما نحيش عادش وقت لا وقت نحي رجلي نحي رجلي نحي رجلي يا ولدي شبيك نتكلم فيه في السياسة انت عادي نرمال عادي نرمال لك الخبز شو كلمتين خفاف نظاف انا ما نفهمش راهو كلمتين اكثر من كلمتين ما نفهمش خفاف نظاف خلي لي انا وبعد خلي اعمل ضرب صغير لا ما فهمش يا ولدي صلي على النبي يا ولدي صلي على النبي على الشيطان اخزر لا انا عند صباتي عند صباتي طوكي صباتك انت اسمع طوكي صباتك انت صباتك انت تاع 15000 صباتها 120 دينار اسمعي اسمعي قوم يا عايش عطيني العشرة دقايق خلينا نمشي وحدي. لا لا وقف سيدي لا سيدي لا وقف لا يا ولدي لا سيبوا لا لا وين يرحم والديك اسمعني صلي عني قلت لك قوم قوم النصبة نصبتين كلمتين ايه النصبة نصبتين حر كلمتين انا نصبتك وانا سراج بس بس نصبتك بس نقلعها نصبتك نقلعها على كيف نقلعها بس عشان انا قبله هو بس عشان انا قبله هو قلت لك كلمتين خفيف الباب بس قلت لك مش قبله مانيش فيه حط مانيش في الحياة انا رجلك وانا سراعك في شو اسمه انا في سبع ناحية 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 ربي عينك ربي عينك ولا ربي خشمك ربي عينك ولا ربي خشمك برا ربي معك قال له 10000 وما 10000 مسروق مسروق لا لا يا ولدي لا ما نحيش ما نحيش كلمتين نخدم على روحي ما نحيش عايش خويا لا عايش خويا هاك تخدم عايش خويا هاك تخدم عايش خويا هاك تخدم عايش خويا انت عايش خويا لا عايش بابك ناحي بيك بس انت على يا ولدي يقعد قال له بس اقعد على روحك قال له بس اخدم على روحك
اخدم على حط رجلك يا رجل كل شيء يا رجل يا رجل تخيب السيف بالقوه سيبني لك الخبز على ربي عينك ربي عينك ولا ربي خشمك سايب خلني على روحي يا اخوي نحكي معك معك اسبوه ليه يا اسبوه ليه يا اسبوه ليه يا حمول دي ايش بس هيك باهي باهي قطعت قسمي مانيش خدم قسمك عند ربي مش عند مانيش خدم قسمك عند ربي مانيش خدم يا تخدم بس مانيش خدم تخدم بس مالي مانيش خدم باهي يعني قاعد يعني قاعد باهي شي ولا ما نفز اللغه ما نفز معنا ما نفز بس قلت ما نفز بس يا محمد شوف ما نبي يا اخوي ها وقلت له الاخر يعمل لي 10000 وما 10000 هذه يا اخوي لا ليش تقطع لي قسم الجنوبي لا حول ولا قوه عايش.